لله. عليكم السلام. نبدأ محاضرتنا إن شاء الله. آخر شيء أخذنا بالحضوري كان حكينا عن linear phase، ذكرنا إنه أكو قوانين لازم نطبقها حتى نعرف هاي الفلات بالنسبة لل FIR filter هو linear phase أو لا، وذكرنا القانون اللي كان بينه ألفا، وكان قانون ثاني هو بيتا ناقص ألفا أوميجا. قانونين كتبتوا لكم هي بالمحاضرة، وقلنا نحل مثال كان عليهم بس ما لحقنا بالمحاضرة، فقلت لكم راح أنزل لكم المثال على الكلاس. فهسه راح نحكي عن مثال اللي مطلوب بينه إنه نثبت إنه الفلتر، هذا الفلتر هو linear phase. FIR digital filter has impulse response h of n and the h of n satisfies the symmetry condition. Symmetry condition ذكرنا إنه إذا أقول عندي symmetry يعني معناته أكو تناظر بين القيم بال على x axis، بحيث إنه القيم مال ال y axis تكون نفس القيم إذا كان positive symmetry، أما إذا كان negative symmetry راح تكون نفس القيم بس الإشارة مالتها معكوسة. فهوني راح نطبق هاي الخاصية اللي هي h of n راح يساوي شاشة مع العرض شاشة مع العرض دقيقة. ظهرت عندكم هسه؟ اي نعم. فعندنا الفلتر اللي هو ذكرنا انه نوع الـ FIR فلتر، وقلنا هو هذا راح يكون سيمتري، والسيمتري كونديشن او شرط السيمتري يعتمد على هاي المعادله انه h of n راح يساوي h of n capital ناقص n ناقص 1. يعني اذا كان انا مثلا عندي n capital هي قيمه معينه ولا اخذ اي قيمه ل n h of n مثلا 5 او 6، فهاي رقم 5 هوني بال n small راح يكون رقم n capital ناقص n small ناقص 1، هذول راح يكونون متساويين. فهذا شرط السيمتري ان يكون تكون القيم متناظره. Show that the filter has a linear phase characteristics. المفروض انه انا ابين انه هذا الفلتر اللي تحت هذا اللي بينه هذا الكونديشن واللي الان مالته كان اعطاني 7، لازم اعرف او اثبت انه الفيز هو linear phase. فايش راح نعمل؟ راح نجي نعوض هوني h of 0 ال n small 0 ال n capital 7، ف7 ناقص 0 ناقص 1 راح يكون 6، ف h of 0 راح يساوي h of 6. القيمة الثانية ل n راح تكون h 1، فراح يكون 7 ناقص 1 ناقص 1 يعني 7 ناقص 2، فقيمة h 1 راح تساوي h 5. وإذا عندي n 2 فراح يكون عندي 7 ناقص 2 ناقص 1 يعني 7 ناقص 3، وراح يكون عندي h 4. فهاي القيم اللي راح تكون متناظره عندي اللي هي 0 6 1 5 2 4 والثلاثة بما راح تبقى واحده لانه عندي odd numbers of n. لو كان عندي numbers of n even فبهاي الحالة فقط راح يكون عندي التناظر، وكأنه أنا بالوسط راح أتخيل أكو فد قيم فد يعني أكسس بالوسط، وعلى طرفين الأكسس راح يكون أكو السيمتري. فهاي بالنسبة إذا كان الـ N even أو الـ N odd. زين هسا نجي بعد ما إنه إحنا عرفنا القيم المتساوية من الـ السيمتري، راح نجي نطبقها على القانون اللي هي h of omega، لأن أنا أريد phase فأريد frequency. h of omega يساوي من n 0 إلى 6 h of n إلى الأس ناقص j omega n. راح أطبق هذا القانون h of 0
مضروب في ال اس ناقص جي ان هون صفر، فراح يكون اتش اوف 0، بعدين اتش 1 ال اس ناقص جي اوميجا، اتش 2 ال اس ناقص جي 2 اوميجا، اتش 3 ال اس ناقص جي 3 اوميجا، اتش 4 واتش 5 واتش 6. كملتوا هذولي، عوضتوا بالقانون الرئيسي وطلعت عندي هاي المعادله. هسه اريد اثبت انه هذا لينير فيس، فايش راح اعمل؟ راح اجي على التردد الوسط، بما انه عندي 6 التردد الوسط راح يكون 3، هذا التردد الوسط راح اسحبه كعامل مشترك، راح اسحب هذا التردد الوسط اللي هو اي للاس ناقص جي 3 اوميجا اللي هي هاي زاويه طبعا، واجي بعدين ارجع من هون اشرح اذا شلته كعامل مشترك اي للاس ناقص جي 3 اوميجا، معناته راح اصلا هاي لازم اضربها في اي للاس جي 3 اوميجا حتى من ترجع تنضرب تطلع 1، وهكذا بالنسبه للثاني راح يكون اي للاس جي 2 اوميجا، والثالث راح يكون اي للاس جي اوميجا، الاج 3 راح تكون بدون شيء لان هي اصلا مضروبه في اي للاس ناقص جي 3 اوميجا، والاج 4 راح تساوي اج 2 من 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 السابق، الاج 4 راح تساوي اج 2، فمباشره اجي اعوض اج 2 هوني اي للاس ناقص جي اوميجا، والاج 5 راح تساوي اج 1، فراح تكون إيه الأس ناقص جي 2 أوميجا، والإج 6 راح تساوي إج 0، راح يكون إيه الأس ناقص ناقص 3 أوميجا، ناقص جي 3 أوميجا. واضح إلى حد هوني إيش صار طلاب؟ لو سحبنا عامل مشترك إيه الأس ناقص جي 3 أوميجا وعوضنا بالقيم المشتركة لكوفيشنتس مال الإج. هسه بعده راح يصير عندنا مثل هاي هذول الاثنين الحدين متشابهين، فقط الاشاره مال الاس الى الاس ناقص جي مره وزائد جي مره، فهذول راح اجمعهم اج تطلع لي اج الصفر واج 1 اللي هي هاي وهاي، واج 2 همين عندي قيمتين، وفقط راح يبقى عندي زائدا اج 3. بعدين هاي ايش يعني ايش تذكرني هاي المعادله بايش؟ إيه لوس جي 3 زائد إيه لوس ناقص جي 3 ساين وكوساين؟ إيه كوساين. فالكوساين عندي لأن هو الكوساين عبارة عن إيه لوس جي 3 أوميجا زائد إيه لوس ناقص جي 3 أوميجا على 2، فأنا المفروض إذا أخلي هاي على 2 يعني حتى أحولها إلى كوساين لازم أضرب أرجع أضرب في 2 لأنه انضربت وقسمته على 2، فهاي راح تصير 2 اج 0 كوساين 3 اوميجا زائد 2 اج 1 كوساين 2 اوميجا زائد 2 اج 2 كوساين اوميجا زائد اج 3، فهذه راح تكون كلها قيمه ريال، فقط اشنو اللي عندي؟ راح يبقى الفيز او دلاله الجي هو اي للاس ناقص جي 3 اوميجا، اي للاس ناقص جي هي كانه هي زاويه، هاي القيمة بمعناتها زاوية، يعني الزاوية مال إج أوف أوميجا هي ناقص 3 أوميجا، يعني إيه الأس ناقص جي هي هاي الركزة اللي إحنا نخليها من نجي نكتب الزاوية مال إج أوف أوميجا، فالزاوية مال إج أوف أوميجا هي عبارة عن ناقص 3 أوميجا، يعني ألفا تساوي 3، لأن إحنا قلنا إذا اتفقت مع وحدة من المعادلات اللي هي كانت ناقص ألفا أوميجا أول وحدة، والمعادلة الثانية كانت بيتا ناقص ألفا أوميجا، قلنا بيتا وألفا هي كونستانت، فهذه مساوية للمعادلة اللي هي ناقص ألفا أوميجا، وألفا هي 3، إذا نقول هذا الفلتر هو لينير فيز كاركتيركسكس أو مواصفات الطور الخطي، بحيث انه ما راح يصير تغيير للطور عندما ادخل عليه اشاره. واضح اشنو اللينير فيز؟ ولازم يكون الاف اي ار يكون لينير فيز بالنسبه لطريقه الويندو اللي نستخدمها، فهذا بروف انه هذا الفلتر هو لينير فيز. اكو شيء على السؤال؟ حتى إذا ما في شيء نحول على المحاضرات. ابتدائيا أعيده
عندنا اف اي ار ديجيتال فلتر بينو امبلس ريسبونس اتش ان و هو ضمن الساتسفاي ساتسفاي سيمتري كونديشن. عندي شرط السيمتري اللي هو اج اوف ان يساوي اج اوف ان كابتن ناقص ان ناقص واحد وان كابتن اعطاني هي سبعه واريد ابرهن انه هذا الفلتر هو لينير فيز كاركترستكس او خواص الطور الخطي. فاجي اعوض هوني بالان من صفر وواحد واثنين واخشع شيء قابله ثلاثه الاثنين راح يقابل الأربعة والواحد راح يقابل الخمسة والصفر راح يقابل الستة ويجي ثري راح تبقى واحدة لأنه يعني القيمة فردية. قيمة الزيرو تساوي قيمة مع الستة؟ إيه الإمبالس ريسبونس مع الصفر تساوي الستة مع الواحد تساوي ما هو قيمتاني كان عطاني السيمتري كونديشن هاي الشرط مع السيمتري. احنا قلنا بالبدايه لازم يكون عندي اما بوزيتيف سيمتري او نيجاتيف سيمتري. هسه راح ناخذها بال صار شيء كميه هون هذه هذه بوزيتيف سيمتري بيكون عندي اي سامبل بالوسط بس السامبلات اللي على 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 الطرفين يكونوا متساويين بالقيمه وبالاشاره هذا البوزيتيف سيمتري. بس اشنو هذا ان اود فمثلا اللي بالنص بما انه ان اود فوحده من عندهم راح تكون هي السنتر وراح يكون على اليمين وعلى اليسار هو بوزيتيف سيمتري هذا سيمتري كونديشن. فبمعنى ان احنا هون كانه ناخذ 3 يساوي 7 4 يساوي 8 هنو كنا ناخذ 0 يساوي 6 1 يساوي 5 اوكي. اذا كان عندي بوزيتيف سيمتري والان ايفن العدد مالته ايفن فمعناته كل قيمه راح تساوي القيمه اللي يعني راح نعمل مساواه بين القيم بس ما عندي قيمه بالوسط لان يعني هو اصلا العدد ايفن مال الان. فانا راح اتخيل انه اكو السنتر مال السيمتري هو يعني مجرد انا اتخيل انه اكو فرد اكسس هو هذا السنتر مال السيمتري. هذا بالنسبه للبوزيتيف سيمتري. اذا عندي نيجاتيف سيمتري نفس القيم بس الاشاره معكوسه كان الموجب سالب الموجب راح يكون سالب بس نفس القيمه مال السامبلات. وبالنسبه لل ايضا اذا كان عندي الان ايفن هاي بحاله الان اود راح يكون واحد من السامبلات هو بالسنتر لكن اذا الان ايفن راح يكون ماكو عندي خط بالسنتر فقط راح تكون عندي سامبلات على اليمين وعلى اليسار متساويه وانا افرض اكو خط تخيلي هو هذا السنتر مال السيمتري. فعلى ضوء هذا السيمتري اللي هو البوزيتيف اكو كونديشن اللي هو هذا اخذنا اتش 0 يساوي اتش 6 اتش 1 يساوي اتش 5 واتش 2 يساوي اتش 4 لانه الان 7. طبعا اذا الان اكثر لازم اكمل لان السيمتري لازم تاخذ كل الكوفيشنز بعدها راح ادخلها على المعادله اللي هي من ان 0 الى 6 المعادله هي اتش اوف ان الى ناقص جي اوميجا ان وراح اعوض من 0 الى 6 فراح تطلع لي هاي المعادله حتى اثبت انه الفلتر هو لينير فيز اسحب الاس اللي بالوسط يعني 6 راح اسحب الاس اللي هو 4 العفوا 3 فراح يكون عندي اسحب الاس اللي بالوسط وهون مثلا عندي اج اوف 0 تبقى بس اج اوف 6 ايضا ارجع الى اج اوف 0 اج اوف 1 تبقى بس اج اوف 5 راح تكون اج 1 اج اوف 2 تبقى اج اوف 4 راح تكون اج اوف 2 بعدين هذول راح اوجد اخذ الايدج اوف صفر كعامل مشترك فراح يظل عندي الفيز وهذا الاحظه قريب على داله الكوساين فمجرد راح اقسم على 2 واضرب في 2 حتى احول الى الكوساين فيطلع عندي 2 اج 0 كوساين 3 اوميجا زائد 2 اج 1 كوساين 2 اوميجا زائد 2 اج 2 كوساين اوميجا زائد اج 3 هذه كلها راح تكون ريال. الفيز اللي راح يكون موجود عندي بالنسبة للفلتر هو هذا فقط اللي هو اي للأس ناقص جي 3 أوميجا. ليش سحبت الوسط؟ سحبت الوسط حتى يصير التناظر متساوي وبالتالي من يصير التناظر متساوي أطلع أحول على الكوساين بالتالي هاي هسه عبارة عن الزاوية مال إج أوف أوميجا اللي هي اي للأس جي. أش بقى عندي؟ شلنا الإي للأس جي لأن أنا أخذت الزاوية بقى عندي ناقص 3 أوميجا
راح ننزل ناقص 3 أوميجا، وهي راح تساوي المعادلة اللي أخذناها قبل اللي هي ناقص ألفا أوميجا، بمعنى ألفا راح تساوي 3. هسه راح نتحول على البي دي اف اللي هو راح يكون الـ FIR فلتر. احنا اخذنا اول شيء خطوات الديزاين مال الفلتر، وبعدين اخذنا الطرق حتى نحسب الكوفيشنز. هوني بالبدايه راح ناخذ الـ FIR ديجيتال فلتر رياليزيشن، لان الرياليزيشن مهم بعد ما انه نوجد الكوفيشن. The direct realization of digital FIR system is illustrated below, sometimes called a tabbed delay line. راح يكون edge of Z هو عبارة عن B not B1 Z للأس ناقص واحد زائدا B للأس N Z للأس ناقص اثنين. هون راح تكون السيستم الرياليزيشن هو عبارة عن X of N Y of N. وعندي ايضا بي نوت، احنا كنا هنا مكان البي نوت بالحضور كنا ناخذها ايدج نوت، وبعدين ايدج 1 وايدج 2 ايدج 3، وكان عندنا هذا الزيت الاس ناقص واحد عمودي هون قيسق افقي، بس هو نفس السيستم. فعندي ايدج نوت او بي نوت بالبدايه زائدا زيت الاس ناقص واحد، يعني قيسق بها ديلي لان قد تنظر في زيت الاس ناقص واحد بي 1، زيت الاس ناقص واحد بي 2، وزيت الاس ناقص واحد الى حد ان اصل الى البي ان. فهاي القيمه مال او الشكل مال الرياليزيشن بالنسبه للاف اي ار فلتر. Digital FIR filters can be designed to have linear phase مثل ما ذكرنا، which ensure that is no dispersion for signals in the passband. ماكو تشتت بالإشارة بعد ما تعبر الفلتر إذا كان عندي linear phase. قبل شوية أثبتنا له بالمثال. بس finite impulse response filter format. In this chapter or in this paper we describe thickness to design FIR filter. كفلتر عندي المعادلة مالته summation B of I X of N ناقص I Y of N، هاي بالتايم دومين. وإذا أريد أحولها إلى الفريكونسي دومين أو إلى Z، فراح تكون عندي هاي المعادلة اللي هي Y of Z تساوي B not X of Z B1 Z لأس ناقص 1 X of Z، وهكذا إلى أن أصل إلى قيمة الكي اللي هي length of filter. Factoring out X of Z of the رأيها حتى الواي على يعني الواي تساوي دالة بدلالة ال X، راح أخذ واي على X حتى يطلع عندي transfer function أو edge of Z، وراح تكون هاي المعادلة اللي تقابله. هسه طبعا هاي المعادلة اللي موجودة بالنسبة للترانسفير فانكشن هي مثلين راح نستخدمها سواء كان بالتايم دومين أو بالفريكوانسي دومين بالديزاين مال الفلاتر، بحيث إنه يكون عندي الديزاين مقبول. إذا كان الـ FIR نعمل الديزاين على الحالة السابقة، وإذا كان الـ IIR اللي هو بينه فيدباك، فراح يكون راح يكون summation بالنسبة لي BM على 1 زائد summation بالنسبة لي AN، فراح يكون عندي forward اللي هو باتجاه الصحيح، وراح يكون عندي feedback حسب الكوفيشنتس مال اللي موجودة بالمقام. هسه هذا بالنسبة لل IIR، إذا أريد أحول من ال IIR إلى ال FIR راح أشيل الفيدباك فقط. إحنا لو شلنا الفيدباك راح نرجع على summation مال ال يعني أنا عندي البسط والمقام بال IIR filter. لو أشيل الفيدباك راح يظل summation اللي بالبسط فقط مقسوم على الواحد، فبالتالي إذا شلتوا الفيدباك بالـ IIR اللي هو هذا اللي هو بالجزء الأحمر، راح يرجع لي الفلتر يكون عبارة عن FIR فلتر اللي هو هذا مثل ما مرتم عندنا بالمعادلة من N صفر إلى الـ M BM زيت الأس ناقص واحد. Given the following FIR filter example, هاي إذا كان عندي y of 1 تساوي 0.1 x of 1 عفوا x of n زائدا 0.25 x of n ناقص 1 زائدا 0.2 x of n ناقص 2، determine transfer function, filter length, non-zero coefficients and impulse response.
فالترانسفير فانكشن احول لازم احول من التايم دومين الى الفريكوانسي دومين، واخلي الواي بجهة والاكس بجهة، وبعدين اقسم واي على اكس حتى تظهر عندي زيت. فهذا التحويل مال بين الان وبين الزيت، راح يكون هذا التحويل فقط. اشقد عندي شيفت، مقدار الشيفت راح يكون ينضرب في زيت الاس مقدار الشيفت، وراح تنزل اكس مثل ما هي. راح اخذ اكس عامل مشترك واقسم واي على اكس حتى تطلع عندي هاي الكوفيشنز. هسه الطول مال الفلتر اشقد مفروض على هالمعادله؟ الطول مال الفلتر هو راح يكون 3، اللي يعني عندي 3 قيم، يعني summation راح يكون 1 2 3، و الاي هوني عندي قيمة ام summation من الصفر الى الام، يعني 0 و1 و2. فاي هوني 3 هي ام زائد 1، لان انا ابدي عادة من الصفر، يعني ام هي 2 لانه 0 و1 و2. فهاي القيم مال الكوفيشنز اللي هي b0.1 b1.25 وb2.2. هسه talking the inverse the transform of the transfer function، اذا اريد اوجد edge of n راح تكون 0.1 دلتا زائد دلتا of n زائد 0.25 دلتا of n ناقص 1 زائد 0.25 دلتا of n ناقص 2، اللي هو كان يريد أوجد الإمبلس ريسبونس مال الفلتر. فوجدت الـ edge of n، وجدت الـ edge of set اللي transfer function، وجدت عدد الـ n اللي هو حسب عدد الـ coefficient. This FIR filter impulse response has only 3 terms، إذا فقط بها 3 قيم. فحكينا عليها مال السيمتري بالنسبة للـ linear phase FIR filter types. Odd and even number of tabs، لو كان عندي هاي القيمة odd و positive symmetry فمعناته هذا راح اللي بالوسط السامبل بالوسط راح يكون السنتر، واللي على الأطراف راح يكونوا متساويين قيمة وزاوية. إذا كان عندي even راح أفرض محور أكون موجود بالوسط وأساوي السامبلات الموجودة على اليمين وعلى اليسار حتى يكون عندي positive symmetry. إذا اللي أريده هو negative symmetry فراح يكون والN odd، فبالوسط راح يكون هو السنتر، واللي على الأطراف السامبلات نفس القيمة لكن الإشارة معكوسة. أما إذا كان عندي N even ونيجاتيف سيمتري فأنا راح أفرض أكسس موجود بالوسط، وعلى ضوءه راح نساوي بين الكوفيشنز، بس الإشارات راح تكون مختلفة. لهوني واضح طلاب؟ بان معنا؟ اي نعم سيد معكم. اي واضح؟ ايست واضح. زين ديما؟ اي نعم موجود. اي اوكي زين. نتحول على الفورير ترانسفورم ريليشنشيب بين بين الفلاتر، يعني الفلتر كأج أوف زيت ممكن إنه أنا أخذ المعادلة مالته، وأيضاً كأج أوف أوميجا إذا أحتاج أرشع الأوميجا، وكأج أوف إن أج أوف زيت أج أوف أوميجا هي فريكوانسي دومين، أج أوف إن هو بالتايم دومين. The frequency response of a generalized FIR filters can be found by substituting Z. لو خلينا Z تساوي إس إس تي راح نحول على الإس، والإس هي عبارة عن الاس تي هو راح نحوله الى الاس جي اوميجا تي او اوميجا نستخدمها اللي هي بالديسكريت. فاج اوف زيت راح يساوي من ان ناقص انفينيتي الى انفينيتي اج اوف ان زيت للاس ناقص ان، واج اوف اوميجا راح يكون من ناقص انفينيتي الى انفينيتي اج اوف ان في الاس ناقص جي ان اوميجا. The impulse response of the filter can be found by taking the inverse Fourier transform of the frequency response. These form a Fourier transform pair. هسا إذا أريد أوجد الـ impulse response أو edge of n لازم أخذ الـ inverse Fourier transform.
أصفار ان اوميجا دي اوميجا. فهاي الامبلس ريسبونس بالنسبه للان. عندي بالنسبه لللو باس فلتر، ذكرنا انه اللو باس فلتر هو راح يمرر لي الترددات اللي هي الترددات القليله اللي من الصفر الى الاوميجا سي. هذا هو الفلتر الايديال فلتر. وبما انه عندي اف اس فكل قيمه اف اس راح يتكرر هذا الباند مال التردد مال الفلتر، واف اس هون راح تكون عباره عن 2 باي. ك اتش دي ان اللي هي الامبلس ريسبونس اللي حصلنا عليها من الانفرس فورير ترانسفورم راح تكون عباره عن 1 على 2 باي. راح اكامل الواحد القيمه بالاوميجا حتى يظهر عندي القيمه بالان ال اس جي ان اوميجا دي اوميجا. فبعد ان اجري التكامل او اعوض بين ناقص اوميجا الى اوميجا راح يظهر عندي هذا الترم او هذا الحد. وبعدين ابسط اكثر راح او احول هاي الاكسبوننشال الى الساين، لان عندي ناقص ال اس ناقص جي فتتحول الى ساين ان ان اوميجا سي. وطبعا 2 جي راح لازم اقسم ونضرب بيها. فبعد انه انا راح اختصر راح يظهر عندي المعادلة هي اوميجا سي على باي في ساين ان اوميجا سي على ان اوميجا سي. هاي المعادلة مال لو باس فلتر. وطبعا باي ميكينج ذا سبستيوشن اوميجا سي انه احول اوميجا سي الى 2 باي اف سي وير اف سي از ذا نورمالايزد كت اوف فريكوانسي. ذس كان اولسو بي اكسبريسد از انه الاج دي اوف ان يساوي 2 اف سي في ساين ان اوميجا سي على ان اوميجا سي. هاي المعادله اللي هي تعبر عن الامبلس ريسبونس مال الفلتر. وعقلنا الكت اوف فريكوانسي او اي فريكوانسي استخدمه بالمعادلات مال الفلتر لازم يكون عندي normalized. بما انه هو راح يكون ريكت بالفريكوانسي فمتوقع انه يكون sync بالتايم دومين او بالان. فهذا الامبلس ريسبونس مال الايديال فلتر كت اوف فريكوانسي مقسم على اف اس واوميجا سي هي 2 باي اف سي. راح اتوقف لي هوني اليوم لانه بعد عندنا ال IRT. احنا كن كملنا ال FIR. هذا بالنسبة اللي راح يكون موجود ال FIR filter design by IRT. احنا هذا الكلام كله كن حكيناه هوني، بس انا راح اعطيكم هو لانه ال window راح تكون داخلة بال بالامتحان، لانه الامتحان تقدم راح صار بعد العيد. فما حنلحق انه ناخذ اسبوع ناخذ السامبلينج فريكوانسي، فراح يكون فقط الويندو داخله بالامتحان، وان شاء الله بعدين نكمل الفريكوانسي ونكمل الاي اي ار. فطلاب قالوا لي ست الجدول ما كان واضح، فهي الجدول مال انواع الفلتر تايب لو باس هاي باس باند باس وباند ستوب. كل وحده والمعادلات مالتها موجوده، ومعادله اتش دي وقت الان يساوي صفر. وبالنسبة للفلاتر الايديال، وايضا عندي هذا الاكزامبل. هذا اكزامبل ايضا على هاي الويندو مال الجدول مال الويندوز، كل واحد وشنو المعادلة مالته. واحنا ايضا كن ذكرنا هاي التحويلات مال الريكتانجولار الهانينج الهامينج، كل واحد وشنو الاوميجا مال ايه مال على المختبر النظري مالنا. لا لا على النظري مالنا احنا هذا كن حكيناه كله الكلام، بس هسه قي يرجع الانعاد. يعني هذا الجدول كله كان عطيتكم هو الهامينج والهانينج والهامينج والبلاك بلاك مان. اخذنا المعادلات مالته، اخذنا الباس باند ريبل، اخذنا الستوب باند، هاي كلها كنا اخذناها. بس اخاف تكون ما واضحه موجوده عندكم بالمحاضرات، فهاي هون موجوده كلها كجداول. واللي يعني مثلا ما لحق انه ينقلها او ما كانت عنده موجوده حطيت لكم تستفادوا من عنده. امتحان الى وين بالضبط؟ ويندو داخله يعني الى نهايه هاي المحاضره. قصدك هون وين لي وين الامتحان بال بي دي اف كمواضيع بس اف اي ار الاف اي ار الويندو.
هاي examples اكو هوني الى حد هون، هي الى نهايه البي دي اف هذا كله تمام. هذا موجود، واكزامبلز انتم تقدرون تستفادون من عنده بالحل. شو عم يسوي النوع من الفلاتر؟ اللي هو اف اي ار وطريقه الويندو. تمام. اوكي. اكو اي سؤال بعد؟ بس هلا هلا بدي اسئله. الله كريم ان شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله. الدنيا ان شاء الله. تعيدونه بخير، تعيدونه بخير وكل عام وانتم بخير. ما هنعيد. لا ليش ليش لا عيدوا عيدوا ما يخالف، عيدوا بعدين ادرسوا. بعدين ان شاء الله تجون تمتحنون وتجاوبون، بس ادرسوا مليح. شو هي وقت النسبيه بس وقتنا 15 يوم، الله كريم. الله كريم، الله يوفقك ان شاء الله. الدنيا ان شاء الله، في امان الله. مع السلامه.